التقى الفريق احمد خليفه رئيس اركان حرب القوات المسلحه بالفريق الركن بحري عبد الله بن خميس بن عبد الله الرئيسي رئيس اركان قوات السلطان المسلحه بسلطنه عمان والوفد المرافق له. تناول اللقاء عددا من الموضوعات محل الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحه لكلا البلدين الشقيقين في العديد من المجالات. التقى الفريق احمد خليفه رئيس اركان حرب القوات المسلحه بالفريق الركن بحري عبد الله بن خميس بن عبد الله الرئيسي رئيس اركان قوات السلطان المسلحه بسلطنه عمان والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث اجريت له مراسم استقبال رسميه بمقر الامانه العامه لوزاره الدفاع وعزفت الموسيقات العسكريه السلام الوطني لكلا البلدين تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحه لكلا البلدين الشقيقين في العديد من المجالات واكد رئيس اركان حرب القوات المسلحه اعتزازه بالعلاقات الراسخه التي تربط القوات المسلحه المصريه والعمانيه مشيرا الى حرص القياده العامه للقوات المسلحه على تعزيز اواصر التعاون في مختلف المجالات العسكريه. من جانبه اعرب رئيس اركان قوات السلطان المسلحه بسلطنه عمان عن تطلعه ان تشهد المرحله القادمه مزيدا من التعاون بين القوات المسلحه لكلا البلدين. حضر اللقاء عدد من قاده القوات المسلحه المصريه والعمانيه والملحق العسكري العماني بالقاهره